السؤال الأول على كل يتعلق بالعور، نأكد لك أنه غير موجود في موريتانيا، وقد قاع نقول أنه ما وطئت قدماه موريتانيا، ولا يوجد أي إرهاب آخر في موريتانيا يكون ذيك اللي في السجن، هذوك اللي في الحبس هم الموجودين في موريتانيا المحبوسين، ولا وارد أصلا أنه يعود موجود في موريتانيا، لأن موريتاني حتى ذوك اللي رجعوا اللي تابوا ورجعوا عن ذاك الفكر، ذي اللي منهم استضافت موريتاني والله أمنت موريتاني والله موجوده موريتاني، كان فيه صفتين لابد منهم، واحدة أن يعود ما قد تورط في عملية إرهابية، والثاني أن يعود موريتاني، وهذا ما هم متوفرين بالعواء، لأنه قد تورط في عمليات إرهابية ولا هم موريتاني، معناته نحط الشروط الاستضافة ما هي متوفرة فيه.